بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. وردني سؤال، وتكرر هذا الإيراد، عن قضية العمامة، وما حكم العمامة؟ وهل العمامة سنة لكافة الناس؟ هذه تسمى عند علمائنا القضايا الجبلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادته وعادة قومه. العادات والأفعال الجبلية، الجبلية مثل ماذا؟ الطعام والشراب وكذا. وكذلك هذه العادات، هذه نحن مأمورون فيها بما أمر الله سبحانه وتعالى، قال: وأمر بالعرف. فهذا محكوم بالأعراف. فلبس العمامة في الأصل نعم كان سنة. لماذا؟ لأن الناس جميعا يضعون العمائم. ولما اختلف هذا النظام في الأندلس مثلا، وأهل الأندلس جميعا بدءا من الخليفة وانتهاء بالقاضي، كل أهل الأندلس لا يضعون على رؤوسهم شيئا، وهذا أمر لا يعرفه الناس. حينما يمثلون مسلسلات وأشياء تاريخية في الأندلس ويضعون عمائم، هؤلاء جهلة، المخرجون جهلة. لماذا؟ لا يعرفون حقيقة الأندلس. الأندلس كانوا لا يضعون على رؤوسهم، حتى كبار شيوخهم، حتى كبار علمائهم ما يضع على رأسه. فجاء الإمام الشاطبي وهو أندلسي يقول: لو دخل القاضي، لو دخل الشاهد إلى القاضي في الأندلس معمما رد شهادته. لاحظ، رد شهادته. لماذا؟ لأنه يخالف العرف، والله تعالى قد أمرنا بالعرف. قال: بينما إذا جاء في بلاد المشرق يخلع مع رأسه، هنا رد شهادته. فالمسألة راجعة للعرف بامتياز. يعني مثلا الدولة العثمانية، هذه قبل 100 سنة تماما، أي إنسان محترم في العثمانيين لابد أن يضع على رأسه شيئا. كل الناس، عامة الناس الأفندي يضع طربوش، وعامة الناس يضع عمامة، المشايخ عمامة، لكن لا تجد إنسان حاس الرأس في الدولة العثمانية إلا إذا كان خواجة. كان خواجة، كلمة خواجة العربي يقول خواجة يعني غير، يعني غير مسلم، غير مسلم. فهؤلاء لا يضعون على رؤوسهم إلا رجال الدين منهم. فقضية العمامة يا أخي، القضية هي إذا أردنا أن نفصل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للصلاة لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حاسر الرأس إلا في نسك. في نسك ماذا؟ حج أو عمرة إذا كان محرما. طيب، يقول: أنا يا أخي أنا أريد أن أطبق هذه السنة، أطبق السنة لما أصلي حط إمام، أشتري عمامة من الغاليات وحطها أضعها على رأسك، ما في مشكلة عندي. أما والله بياع شاورما تضع إمامة. بعض الناس يقول: لا، انت تستهين. وعقول صغيره، لما حكينا عن الحويني بياع الفاصوليا ماذا قالوا لي؟ قالوا: انت تستهين بالمهن هذه. ايش من قال لك؟ الفاصوليا بروتينات نافعه جدا ومفيده. ما قصدت الاستهزاء بالفاصوليا، انا قصدت حينما ياتي بائع الفاصوليا يبيع لنا دينا، هنا مشكله. فدخلت في حي من الاحياء قبل بلامس، قبل يومين ثلاثه، بياع الشاورما درم يسمونها دونر، بيع الدونر، يضع الصيخ والسكين هذه ويقطع الشاورما بعمامته، والثاني سائق تاكسي يا عمامه، والثالث كذا وكذا. ما هكذا يا اخي، ما هكذا، ليس هذا من الدين. ثم بعد ذلك العرف منذ مئات السنين، وخاصه في الدوله التركيه، العرف ان الذي يضع عمامه لابد ان يكون من العلماء. و في المسجد إمام المسجد يضعها، تجد بجانبه عمامة يضعه، جيد، هذا للشعائر، هذا حسن هذا. أما العوام يضعون عمامة، ثم يأتي له شخص ويقبل يده في الشارع. رأيته ما أحد أخبرني. لماذا؟ حتى الشرطة رأيته يقبل يد واحد من هؤلاء الناس، واحد أعرفه يعني، ما حتى يقول لي: ها، ما أدراك، ربما يكون أرحام. لا 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 لا، الشرطة يأتي يقبل يده لأنه شيخ، سيدنا الشيخ. هذه فتنة حقيقية. العمائم يا أخي ليست سنة لعامة الناس. العمائم نعم أصلها سنة، لكن خصها العرف بعينة من الناس. أصلا عدد من الفقهاء منع لبس الخاتم لغير ذوي الهيئات،
قال النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه لأنه قاضي ورئيس دولة وإمام. فهذه أشياء خاصة تضع إمامة، وعند الناس في عقليتهم أن هذا عالم وأنت جاهل. قال لا، لكني أنا عارف العوامل. شو العوامل؟ يعني تعرف الفاعل والمفعول به، وكذا. طبعا الفاعل مفعول به ليس عامل معمول، والفاعل ايضا ما معمول، حتى ما يقول ها ما يعرف الاخ. لا، المبتدا عامل والفعل عامل وكذا وكذا. انت هل تعرف العوامل؟ صرت من علماء المسلمين؟ هذا امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. مع احترامي لهؤلاء جميعا، نحبهم ان شاء الله ونحترمهم ونقدر شعورهم ذلك ونتفهم حرصهم على اتباع السنة، لكن السنة في هذا الباب هي العرف يا أخي. على فكرة أنا خلعت العمامة لما رأيت هؤلاء الناس يضعونها، خلعتها بعد ذلك. لماذا؟ لأن العرف قد خصها. العز بن عبد السلام رحمه الله كان في الحج على ما ذكروا، كان في الحج، وكان في أيام منى أو غيرها، يعني الناس تحللوا، فرأى بعض الناس يخطئ في بعض الأنساك، فقالوا يا أخي لا يجوز هذا الكلام، هذا حرام، لا كذا، النسك كذا وكذا. فقال له أنت رجل جاهل، ما علاقتك بهذا؟ كيف تعلمني؟ فراح سيدنا الشيخ العز، دخل في المسجد، دخل في الغرفة، الشيخ الخيمة، وضع إمامته وقال هذا لا يجوز. قال حاضر مولانا، حاضر سيدنا الشيخ. ويروى عن جحا نصر الدين أنه جاءه سؤال فما عرفه، ما عرف الجواب، فقال له أنت شيخ وعمامة وكذا وما تعرف الجواب؟ فخلع جحا عمامته وضعها على رأسه وقال تفضل أجب، أجب الآن. هذه العمائم نعم سنة محترمة على الرؤوس التي تستحقها. من الرؤوس التي تستحقها؟ العلماء، تمام. وعلى فكرة في أحد أساتذة جامعة دمشق السابقين على ما بلغني، طبعا ذاك ترددت في الاسم بسبب الرواية، أيام أظن الرئيس شكر القوات لي، أظن شكر القوات لي رحمه الله، أصدر قرارا، أو أحد رؤساء سوريا غالبا القوات لي، أصدر قرارا بأنه لا يجوز وضع العمائم إلا العلماء. فأحد أساتذة جامعة دمشق خلع الإمام في اليوم الثاني، قال لست من العلماء. كان ظاهريا معنا علماء، أنا لست عالما. العمائم العرف يخص، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. هذا كلام الشيخ ابن عابدين رحمه الله. طيب أنت تريد غطاء الرأس، غطي رأسك ما في مشكلة، حط طاقية من الخاصة مع الليرتين هاي أو 5 ليرات ما في مشكلة. أما عمامة كبيرة جدا وبهيئة معينة، هذا فيه توريط للعامة. ثم المصيبة الكبرى حينما تستهين بالناس الذين لا يلبسون عمائم وتراهم كأنهم وسخ، تريد أن تزيلهم من وجهك. هذا على الفكرة إثمه عند الله أشد بكثير من تركك العمامة. لو افترضنا العمامة سنة، يأتيك إنسان مسلم محترم رجل فاضل، والله أخبرني بعض الفضلاء قال كأنه نجاسة دخل إليهم. كيف نجاسة؟ كيف النجاسة تدخل؟ يريد أن يزيلها. لا، الأمور تجاوز الحد. العمائم تيجان العرب، متى وضعوها وضعوا عزهم. على فكرة حتى في الدولة العثمانية من زمان طويل، من أيام مراد الرابع خلعوا العمائم السلاطين، فصارت العلماء فقط. وبعدين أحكي لهم حاجة حقيقة مؤثرة وغريبة. أدركت دمشق قبل 30 سنة وحلب أكبر مدن سوريا، وكان هناك أساتذة علماء يحفظ القرآن، جامع القراءات العشر، يعني إنسان متقن، ها، لكن عنده دكان في السوق، يضع إمامة، يضع طربوش أحمر وعليه شريط أصفر. لماذا شريط أصفر؟ لأن هذا عرف التجار ليس العلماء. ماذا حاط شريط أصفر؟ الشيخ عبد الرحمن الشاهوري كذلك، الشيخ أحمد كراسي جامع القراءات كان كذلك يضع، وكلهم علماء
بالنسبة لهؤلاء أئمة ما كان يرتضي أن يضع إمامة ويضع الطربوش الأحمر وعليه شريط أصفر. لماذا؟ يقول الشريط الأصفر هذا شعار التجار ليس شعار العلماء. أما العلماء فلهم عمامة خاصة حسب المدرسة التي ينتمي إليها خاصة في بلاد الشام. في الأزهر الشريف نفس الشيء، في الجامع الأزهر العمامة الأزهرية هذه الأزهري. عمامة القراء لها وضع خاص، هذا قارئ لها نظام معين، عرفت كيف؟ فهذه مسائل راجعة العرف يا أخي. نعم تستدل بالسنة، استدل قبل ذلك بالقرآن وأمر بالعرف. الله تعالى أمر باتباع العرف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.